علي ناصر احمد علي مدير فرع الميه بديشنا. طبعا تم استلام محطه 4 صرف صحي، وتم استلام نجي عوض ونجي شحات ومنطقه الصنايع بخصوص توصيلات الصرف الصحي. ضمن المواطنين ان المشروع قائم والحمد لله، بس يعني لابد ما فيه تبقى ما حدش كامل، في عقبات، والعقبات دي ان شاء الله باذن الله بنزللها بقدر المستطاع. تمام. بالنسبه لتوصيلات المنازل، المطلوب من المواطن ايصال ميه اخر سداد وصوره البطاقه وطلب مقدم عشان خاطر نفتح ونشغل. واحنا الحمد لله بدانا تشغيل المشروع، بدانا تشغيل المشروع وضخينا ميه للجبل، وجبنا توصيلات منازل في نفس المناطق اللي قلت عليهم، وجاري استلام باقي محطات شبكه رقم 4 اللي هي احنا حاليا متواجدين فيه. طب هو المواطن بعد ما بيدفع الاشتراك السالي بعد كده الشركه بتتولى كل حاجه ولا الادوات الداخليه على احنا ما ناخدش خامات، الخامات على المواطن، احنا مقايسه مصنعيه بس، انما الخامات بالكامل المواطن بيجيبي وبنشتغل له. وبدانا توصيلات فعلا، يعني بدانا توصيلات ووصلنا وشغال حاليا درافيت توصيلات على المنازل، منطقه نجع عوض ونجع شحات ومنطقه الصنايع، الثلاث مناطق دول. وجاري استلام حاليا نجع ابو الحمد، نجع ابو الحمد جاري استلام فيه. تمام. يعني استلمنا حوالي 7 كيلو شبكات درافيت من محطه 4 صرف، استلام امن 100%، بضمن. بالنسبه لخط الضرب ده مرمي ليه نرد 20 سنه، لابد انه في مسامير متاكله في جبلطات، في الحاجات دي وارده لانه الحاجات دي مدفونه في الارض 20 سنه. تمام. بدات تشتغل، هتظهر احنا يعني لانه المعوقات والحاجات اللي بتظهر دي بتفيدنا احنا في المستقبل، مش انه اتخضينا انه طلع مسامير متاكله في البرومه، لا احنا الحاجة عايزينها تظهر عشان تتغير في خلال الفتره اللي هي متواجده معانا معها الشركه المنفذه والهيئه.